مع اقتراب ذكرى انتصارات اكتوبر المجيدة، يحفل سجل التاريخ بأبطال الحرب والسلام الذين بذلوا الجهد والأرواح فداء للوطن. من هؤلاء الأبطال بطل تخطيط حرب اكتوبر الفريق سعد الدين الشاذلي، الذي وصفه الكثيرون بأنه الرأس المدبر للهجوم الناجح على خط الدفاع الإسرائيلي بارليف. سوف نسلم أعلامنا مرتفعة هاماتها عزيزة صواريخ. في سجلات نصر أكتوبر المجيد، أحداث وشخصيات بذلوا العطاء فاستحقوا الثناء تقديراً لما قدموه من أجل عزة وكرامة الوطن. وفي تلك السجلات تسطع أسماء ورموز يتلألأ ذكراها في السطور والكلمات. ومن بين هؤلاء الأبطال الفريق سعد الشاذلي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة في حرب أكتوبر. ولد الفريق سعد الشاذلي بمحافظة الغربية في الأول من إبريل عام 1922، وتخرج في الكلية الحربية ضابطاً بسلاح المشاة في فبراير عام 1939. شارك في الحرب العالمية الثانية وحرب فلسطين، وأسس وقاد أول فرقة مظلات في مصر عام 1954. قاد كتيبة مظلات أثناء العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، ثم قاد اللواء الأول المشاة في حرب اليمن من عام 1965 حتى عام 1966، وعين قائداً للقوات الخاصة من عام 1967 وحتى عام 1969. تولى رئاسة أركان حرب القوات المسلحة المصرية في 16 من مايو عام 1971 وحتى 13 من ديسمبر عام 1973. أصدر التوجيه 41، والذي حدد فيه أدق المهام التفصيلية للقوات المصرية أثناء العبور والاقتحام، وينسب إليه الفضل في وضع خطة المآذن العالية العملية بدر، والتي فتحت باب النصر في حرب أكتوبر. سجل التاريخ اسمه بماء الذهب كأحد أبرز القادة العسكريين في التاريخ المعاصر، فحصل على وسام نجمة الشرف العسكرية عن دوره القيادي في حرب أكتوبر. ورحل الفريق البطل سعد الشاذلي في 10 من فبراير عام 2011، منح قلادة النيل العظمى عن أعماله الجليلة التي قدمها للأمة المصرية.